لقاء الأحد هو لقاؤنا مع جديد الثقافة العربية. لقاء الأحد هو لقاؤنا مع الكلمة والنغم. تعده وتقدمه لكم إيمان ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر مباشرة من إذاعة الشمس ببريز. أجدد تحياتي لكل المستمعات والمستمعين الذين انضموا إلينا في هذه اللحظة على مدار ساعة من الزمن نتواصل مع الثقافة العربية، ولكم موعد مع الكاتب السوري أمين الصالح والمخرج الجزائري حسان فرحاني. إذن يسعد إذاعة الشمس لهذا الأحد أن تستضيف لكم الكاتب السوري أمين الصالح، وهو من مواليد القدس سنة 1944 من أب سوري وأم لبنانية، درس الهندسة وتخرج من جامعات الإسكندرية وباريس. من مسرحياته باللغة العربية مسرحية الصياد سنة 1968، مسرحية الإنقلابيون سنة 1969، وفي سنة 1974 مسرحية اسمي عز الدين. أما في سنة 1981 كتب مسرحية السيد كا، والتي سيتم عرضها في مسرح ميني مونتو بدءا من الجمعة، من يوم الجمعة المقبل الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير وإلى غاية الأحد الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري. إذن من كتابات أيضا الكاتب المسرحي السوري أمين الصالح باللغة الفرنسية صدرت له أعمال متعددة، نذكر منها خيالات والقلق وشرخ في الذات واكتشافات غريبة وكذلك مخطوطة الأنبياء. أهلا بك دكتور وأستاذ أمين الصالح بأمواج إذاعة الشمس من باريس. أهلا بك سيدي إيمان، سعداء نحن باستقبالك وشكرا لك على تلبية الدعوة. إذن يعني بمناسبة عرض مسرحيتك يوم الجمعة المقبل الموافق للسادس والعشرين من شهر فبراير الحالي، مسرحية السيد كا ميسيو كا، هذه المسرحية تدور حول فكرة الفوضى والخوف وتصنف أيضا ضمن أدب العبث. الواقع أدب العبث يعني لا يجب أن نفهمه كأدب يحبث العشوائية، هنالك دائما سلوك ناظم لأدب العبث، الفكرة متجانسة في جميع التحولات، حتى لو تبادر إلى ذهننا أن ما يحدث غريب، ولكن التجانس هو الأساس. فحين كتبت هذه المسرحية سنة 1981 تخيلت شخصية يتسرب إليها الخوف من بداية المسرحية حتى نهايتها، هذا الخوف كاد يقضي على الشخصية، ولكن ليست هي الفكرة الوحيدة في المسرحية. وجاءني، والواقع أصابني الحظ بأنني اجتمعت بمخرجة ذكية جدا، هي أستاذة في علم الأنثروبولوجيا في جامعة نانتير، وإلى جانب ذلك تمارس الإخراج المسرحي وتمثل، وأعطت للمسرحية أبعاد كثيرة. يعني مثلا أحد الأشياء التي لم تخطر على بالي أنها قالت طالما أنت من سوريا فمعنى ذلك يجب أن أعطي، أن أضفي على المسرحية طابع الشرق، فطلبنا من موسيقي تونسي معروف حاتم بقطايا عازف عود بأن يؤلف مقطوعة أو عدة مقطوعات لهذه المسرحية، وطلبنا إليه، ليس أنا المخرج عفوا، أنا المؤلف، والمؤلف لا يفعل أي شيء في الإخراج، طلبت إليه أن يؤلف مقطوعة لم أسمعها بعد ترافق الرقص الصوفي، لأن هذه المسرحية وجدت فيها
من خلال الصراع بين شخصيتين مسيو كا ومسيو إس، مسيو إس الذي باع نفسه للشيطان ومسيو كا الإنسان الملتزم، وجدت أشياء أخرى ووجدت أن هنالك مجال للبحث الصوفي في هذه المسرحية وتمثيل بعض المشاهد من خلال الرقص الصوفي. كل هذه الأشياء لم تخطر على بالي حين كتبت هذه المسرحية. طيب، هذه المسرحية السيد كا ميسيو كا كتبتها عام 1981، هل هي رؤية تنبؤية لما يحدث الآن بعالمنا العربي بالشرق الأوسط؟ طبيعي، وهذا ما يؤلمني. هل كتبتها من أجل التنبؤ أم كتبتها فقط بحس الإبداع والإلهام؟ صدقيني، حين كتبتها إذا طلب إلي اليوم أني هل أندم على كتابتها، الواقع قد أجيب نعم. لماذا؟ لأنني لم أتوقع أن ما كتبته سنة 1981 يمكن اليوم أن نستق أن 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 نسقط أحداثها. هل كنت مثلا في باريس أم في بسوريا سنة 1981؟ الواقع هنالك علاقة غريبة بيني وبين فرنسا، زوجتي فرنسية، فكنا كل صيف نأتي إلى فرنسا، ليس إلى باريس حتى، فهنالك ضيعة بالنسبة لزوجتي مهمة جدا لأنها ولدت في هذه الضيعة، وهنالك بيت ريفي وهنالك مقعد كنت دائما أكتب عليه المسرحيات. فمسرحياتي كتب أغلبها في على هذا المقعد. 81 كان صيف 81 كتبت هذه المسرحية هناك، ولكني كنت أقيم في مع زوجتي وأطفالي في سوريا، يعني أقمنا من 74 لغاية 87، وهناك أنتجت عمل ما لا أدري إذا كان هنالك وقت لأصف هذا العمل، ولكن أفضل ما عملته يعني في حياتي مع السيد كالي أنها يعني في حياتي المهنية هو أنتجت فقط باختصار مواصفة عربية تسمح لنا اليوم أن نكتب بالعربية. طيب، بما أنك تحدثت عن زوجتك الفرنسية، خليني نقول يعني أنه مسرحية سيد كا تعرض بمسرح ميني مونتون بباريس، هذا يعني أن باريس تحتضن صرخات وخوف الكاتب، ليس فقط أمين الصالح بل كل كاتب عربي أو غير عربي. إلى أي مدى ساهمت الحرية البارزية أو الفرنسية في إلهامك، في تحررك من عامل الرقابة؟ أم يعني هل كتبت تحت الرقابة من قبل أن تقيم بباريس؟ طبعا، لأني الواقع مسرحية الصياد نشرت في دمشق ونشرها اتحاد الكتاب العرب، وبضغط من رجل تأثرت به جدا كان فيلسوف سوري اسمه أنطون مقدسي، ضغط على اتحاد الكتاب العرب، ليس لأن المسرحية تتعرض إلى أي شيء، مسرح العبث لا يتدخل في السياسة المباشرة، يستقرئ الأمور، ولكن لأن الرجل المسؤول في اتحاد كتاب لم يفهم المسرحية فطلب منه إعادة قراءتها، وهكذا طبعت المسرحية. لم أشعر بأي ضغط علي كيف أكتب ولمن أكتب وهكذا. كل مسرحياتي كتبتها بين دمشق وفرنسا، المسيف سنترال بشكل خاص، والكاتب في شيء أساسي جدا لكي ينتج لكي يبدع ليس بحاجة إلى جو من الحرية، أو يستطيع أن يبدع في أي جو تضعه، حتى لو وضعته في زنزانة الكاتب يستطيع أن يبدع. هذا الكاتب الوفي لقلمه ولقناعاته الفنية. طيب، تقول مسرحياتي تفسر في كل زمان ومكان، يعني لنفترض يعني حتى لا أطرح السؤال قبل، لنفترض بعد مرور يعني الكثير من السنوات يعم السلام في الوطن العربي طبعا وهذا لابد منه، هل مسرحياتك القائمة على تحليل الخوف والفوضى هل سيكون لها تفسير آخر خارج عن مضمونها، مضمون الخوف والفوضى؟ يعني ما مدى ديمومتها في إطار آخر غير هذا الإطار الحالي؟ أنا متأكد
بأن المخرج بعد 10 أو 15 سنة أكون. أنت تحلم بالمدينة الفاضلة، مدينة الفارابي الذي تأثر بجمهورية أفلاطون. خلينا نقول إنه مدينة الفارابي راح تتحقق بعد مش عارفة كم سنة إن شاء الله، في أقرب وقت. فمسرحية الخوف، مسرحية الفوضى، ما محلها من الإعراب في زمن مدينة المدينة الفاضلة؟ بمفهومي طبعا لم أستطع تمثل كل ما قاله الفارابي. الفارابي فيلسوف مهم جدا. لأنك تكتب للمستقبل تماما، بس وتتجاوز الحاضر. المدينة الفاضلة هي المدينة التي تتحرر من الذعر والخوف، هذا شيء أساسي، لأنه طالما الإنسان يخضع للخوف أيا كان مصدر هذا الخوف لا يستطيع أن يبدع ولا يستطيع أن يحقق حريته في الحياة. الإنسان الحر هو الإنسان الذي يتجاوز الخوف، هذا شيء أساسي. الآن نحن نعيش في الشرق بشكل خاص، حتى في أوروبا الآن بجو من الذعر والخوف. حين قال لي صديق، حين تذهب إلى المطار في فرنسا، بينما فرنسا ولندن التفتيش الفرنسي مخيف جدا. ليه؟ لأن هنالك حالة من الخوف. كيف تريد للإنسان أن يبدع في جو من الخوف؟ فالمدينة الفاضلة هي مدينة ليست فقط خالية من الفساد وخالية من كل أسباب الرذيلة وإلى آخره، ولكن هي مدينة الإنسان يكون تحرر من خوفه. هنالك نقطة كثير مهمة بالنسبة لمسرحي هو المرأة. في أي مسرحية كتبتها المرأة ليست هي المرأة التي نجتمع فيها اليوم في أي وطن، في أي بلد من الوطن العربي. هي مرأة تكاد تكون غير حقيقية اليوم، ولكن هذا تصوري لما يجب أن تكون عليه المرأة. أعطينا صورة هذه المرأة، كيف ملامحها، كيف هواجسها، كيف قناعاتها، كيف تعاملها مع القضايا؟ هذه المرأة التي تعطي لها صورة أخرى، أوصفها لنا. حين يسمح المجتمع للمرأة أن تحتل مكانها، هذه المرأة حين يعتبرها كيان قائم بذاته، تماما، هذه المرأة هي التي ستعطي حلول لخروجنا من مأزق الموت والخوف إلى آخره. أنا لا أعتقد أن الرجل اليوم، الرجل الشرقي بشكل خاص، يستطيع أن يقدم أي حل. تتحدثين عن السلام، لا يستطيع. هنالك فقط المرأة حينما يسمح لها بأن تحتل موقعها في هذا المجتمع هي التي ستقول رأيها وستعطي الحلول. يعني حتى لا يأخذنا الحديث إلى أكثر من متاهة وإلى أكثر من درب، فقط أذكر المستمعات والمستمعين الكريم أن مسرحية السيد كا، ميسيو كا، إن كوميدي دراماتيك دو نوتخ إكريفان سيريان أمين الصالح، ميز أون سين بار مونيكا تراك، كي سرا بريزونتي فوندردي بروشان أ بارتير دو فوندردي بروشان بور 3 جور لو 26 فيفريي 27 إي 28 جوسكا ديمانش أو تياتر دو مونيمونتو. بور بليس d'informations et réservations c'est au 01 46 36 98 60. تستمعون دائما إلى أثير إذاعة الشمس من باريس، ترافقكم إيمان حتى الخامسة، ونواصل بقية الحوار. ربما يعني لم يبقى لنا الكثير من الوقت، 10 دقائق فقط، لا تتسع لي كل الأسئلة التي حضرتها. أستاذ أمين الصالح، الشرق الأوسط حاليا يبحث عن هويته الحقيقية من خلال كل هذه الحروب وهذه التمزقات السياسية والفكرية. يعني إذا طلب منك أن تكتب اليوم ملامح هذه الهوية، هل ستكون قادرا على كتابتها والتنبؤ أيضا بمصيرها؟ لابد من محاولات. لا يستطيع الإنسان أن يخطط مسار، من الصعب جدا أن لو نعرف نهاية المطاف لكانت أمورنا سهلة. ولكن بالنسبة لي الآن أحضر لندوة موضوعها المسرح كأداة للتواصل أو التوافق
بين هويات متضاربة مختلفة. المشكلة الآن في الشرق الأوسط أننا اكتشفنا بعد تأخر كبير جدا أن شرقنا يجمع بين إثنيات وأديان ونكتشف مثلا في المغرب العربي هنالك صديقة لي لا يمكن أن أذكر إليها حينما كتبت لها طلبت منها أن تكتب عن الهوية العربية قالت لماذا تطلب مني هذا السؤال الصعب فأنا بربرية وأود أن أكتب عن الهوية البربرية يعني سؤالي صعب ولكن لست أتحدث عنك ولكن شاءت الظروف أن تكون لي أن يعني تشبه هذه صديقة أستلهم ولكن سؤالها. استطاعت أن تكتب لماذا أقول أن المرأة بيدها المفتاح استطاعت أن تكتب 3 صفحات هي الأساس بالكون تماما هالثلاث صفحات إذا ذهبتم إلى الموقع الذي أنا أنشأته للمفكرين العرب قبل أن يخطفهم الموت لأننا نسمع دائما عن المفكر بعد وفاته وهنا يعني اسمح لي نفتح قوسين على ذكر الموت يعني أعرف مدى يعني قوة وعمق علاقتك مع الكاتب الفلسطيني الراحل مؤخرا يعني نفتح قوسين بسرعة يعني حتى نعطي كلمة تكريم في حق هذا الكاتب المعطاء والتي يعني والذي مهما كرمناه لن نوفيه حقه الكاتب الفلسطيني سلمان ناطور تفضل سلمان ناطور تعرفت عليه في ديسمبر ولكن طالما كنت أجمع كل ما أنتجه أو كل ما يمكن أن يصلني من الكتاب العرب وأنشره على موقع الإنترنت الذي أنا خصصته للفكر العربي باللغات الثلاث لأنه لا يكتبون كلهم بالعربية أو بالفرنسية أو الإنجليزية فكان ما كل ما تصلني مقالة أنشرها بلغتها سلمان نشرت له بسنة 2014 وأعجبت جدا بما كتب إلى أن تعرفت عليه شخصيا في شهر ديسمبر وجلست معه جلسات طويلة ترحمه الله وأسكنه فسيح جنانه أعتقد أن هنالك شيء يجب أن أقوله ليس هو نوع من سخرية الأخطار أو ما ولكن أعتقد أن هنالك صلة بين مسرحية ميسوكا وسفر على سفر الذي كتبه سلمان ناطور إذا سمحتي سأقرأ تفضل. في دقيقة واحدة في فقط. دقيقة لأنه ما بقي أسطر معنا وقت بالنسبة كثير. لي كانت مخيفة جدا قال سلمان عند الحاجز وقف شرطي وجنديان وكثيرون من حرس الحدود في ميسوكا شيء يشبه ذلك هذه هي الإشارة الأولى إلى أنني مقبل على مغامرة المغادرة توقفت عند ضوء أحمر وشرطي يعتمد قبعة خضراء قرأ الاسم في بطاقة الهوية وجواز السفر فتغيرت وتبدلت ملامح وجهه وهذا يذكرني بنفسي لأني أنا من مواليد القدس وحين أقف على حاجز حتى في تونس يحصل معي نفس هذا الشيء بينما هنا نتحدث عن الإسرائيليين وأنها موضوعي كان مع عرب ولكن نفس الشيء بدأ التحقيق الأول من أين وإلى أين لماذا كيف أين حقائبك الرجل ذو القبعة الخضراء ينفذ التعليمات بحذافيرها يتأكد من أنني عربي أولا ولا أهدد سلامة أحد ولا أمن الدولة العظمى ولا أحمل الأسرار ورسائل العشاق عليه أن يكون واثقا أيضا من أنني لن أدخل إلى الطائرة إلا وقد انهارت أعصابي أتوقف عند هذا الحد سلمان حاول أن يكون شلة سميناها من 12 شخص اجتمعنا في باريس يعني اتفقنا على أن نفعل شيئا ليوم الأرض أن نفعل شيئا لحيفا مدينته وقررنا سوية أنا وسلمان أن تكون أولى هذه المدن العربية التي هي عربية وإسرائيلية في نفس الوقت ولكن نحن نعنى بالمدن التي فيها العرب أن نعتبرها مدينة فاضلة وأن نحاول أن نؤسس أعمدة هذه المدينة الفاضلة من خلال اللقاءات الفكرية بين الموجودين في هذه المدينة وبين
الأطراف الموجودة في باريس. عندي فقط فكرة وصلت امبارح، هذه الفكرة استخرقت ذهني، أنني أولى أشياء أريد أن أكتبها في أن أحققها في مجال العربي المدينة الفاضلة حيفا هي أن أكتب ملحمة أقتبس من في هذه الملحمة من كتابات سلمان ناطور، وأن يشاركني بعض الزملاء في أغاني الفولكلور الفلسطيني والرقص الفلسطيني. ومشروع هذه الملحمة الآن يعني يسيطر على ذهني بشكل أخطبوطي يعني. طيب، يعني حتى نبقى في صلب الحديث، يعني على ذكر سلمان ناطور الكاتب الفلسطيني الراحل، يرحل الجسد ويبقى الاسم ويبقى ميراثه الأدبي، وعلى ذكرك أيضا للمدن، ولدت في القدس، أصول سورية ولبنانية وتحرر فكري أوروبي، يعني أين تجد نفسك من هذه الخريطة التي كونت مسيرتك الإبداعية؟ أجد نفسي في أي مكان، لأنني تحررت أولا من العصبية الإقليمية والإقليمية. حينما أمضيت 10 سنوات في تحقيق المواصفة العربية للحرف العربي، درت في جميع البلدان العربية، وفي هذه البلدان لم أشعر أبدا بانتمائي لبلد دون الآخر. الفنان يتجاوز كل الحدود الجغرافية. طيب، نحن نصل إلى اللحظات الأخيرة هنا من أثير إذاعة الشمس من باريس، يعني فيك تطلق صرخة تحررية من الخوف والفوضى، تفضل، وتكون في نفس الوقت رسالة إلى كل المستمعين. ليس من السهل، ولكن أعتقد وأنت الذي تحلل الفوضى والخوف، أنني إذا استطعت في المدة المتبقية لي من هذه الحياة أن أتحرر، الله يديك طولة العمر، أن أتحرر من الخوف والفوضى، أعتقد أنني أستطيع أن أسهم بشكل سليم جدا في حضارة في الحضارة العربية الحديثة، لأننا الآن بعيدين جدا عن مشاركتنا في الحضارة في عصر العولمة. العرب الآن بعداء عن هذه المشاركة. فأنا بالنسبة لي هنالك شرط أساسي للمشاركة هو تحررنا من الخوف. أدونيس قال لا جدوى من هذه الثورات العربية، أنت داري بهذا الرأي، يعني مؤخرا صرح في العديد من قنوات التلفزيون أنه لا جدوى. في البداية بارك الثورات العربية، ولكنه مؤخرا قال لا جدوى من هذه الثورات العربية. لا تنسي كختام نعم، أنا أحترم جدا أدونيس. أنا أعتقد أن الثورات هي بيقولوا بالإنجليزي process، يعني هي جملة من المراحل المراحل، ونحن الآن في المرحلة الأولى من الثورة العربية. فكيف يمكننا أن نقول أن هذه الثورة العربية الآن لا معنى لها أو لا جدوى لها؟ أنا أعتقد حينما ندخل المرحلة العاشرة من الثورة العربية، تحرر نصل إلى المدينة الفاضلة، والمرأة تأخذ مكانها، مكانتها الحقيقية، هنا نقول أنها ثورة. فلا نستطيع الآن أن ننتقد، نحن في مهد التغير. تمام. شكرا لك أستاذ أمين الصالح على تلبية الدعوة وعلى هذه الصراحة الجريئة وعلى مسرحيتك. أذكر المستمعات والمستمعين أن مسرحيتك ميسيو كا سيتين كوميدي دراماتيك دو نوتخ إكريفان سيريان أمين الصالح ميزان سين بار مونيكا تراك كي سرا بريزنتي وندردي بروشان سامدي اي ديمانش 26 27 اي 28 فبراير او تياتر دو ميني Montant. Pour plus d'informations et réservations, veuillez composer le numéro suivant 01 46 36 98 60. Je peux ajouter juste en français une avec remarque. Un très grand plaisir.